أشرف الغوالي يا بشر، فضيت مطارح أوام، رح يبقوا بخالي صور وأصوات صدى الأحلام. يا أطفالي شو مثالكن تعانقتوا بوسط الحريق، نارنا الجني ودتكن أنا بدموعي غريق. بقتلوا يعني قلتوا انتوا صرتوا تحت الارض لقيتوا رب رحيم، بس احنا مين عم يرحمنا بهالبلد؟ اني انا لما عم بقعد نام عم بتخيل صور 3 اولاد مع بعضهم، ثلاث أطفال قابضين بعضهم ومحروقين على بعضهم حريق. من أوجاع المظلومين إنا لبّينا الندا، دموع الناس الموجوعين طفت نار الاعتداء، خفقت قلوب الأبطال كتبت قاصدي تنقال، خلي كل الدنيا معنا ترددها. هوني أهلي هيدي بلادي أرض التقوى والسلام، كل ما مدينتنا بتنادي رح منلبيها أوام، وعن همتنا تخبر الأيام. من أوجاع المظلومين إنا لبّينا النداء، دموع الناس الموجوعين طفت نار الاعتداء، خفقت قلوب الأبطال كتب القاصدين تنهال، خلي كل الدنيا معنا تبتهال. يكفي نندب يكفي نشكي، نحنا منرسم المسار، والسياسي حتى يحكي لازم يسمع الأحرار، وجيل الجاي بكرة يمحي العار. من أوجاع المظلومين إنا لبّينا النداء، دموع الناس الموجوعين طفت نار الاعتداء، خفقت قلوب الأبطال كتب القاصدين تنهال، خلي كل الدنيا معنا تبتهال. طرابلس المنحبة جني لو أحسننا الاختيار، كل عمرها بترفض الفتنة وشعبها شهامة وإصرار، ولادها عالدرب بتكفي المشوار.